بين محارب الركن الأزرق عبد الغني ميقاني. طبعا الآن الفريق التونسي عبد الغني الميقاني ذو 30 عام، طبعا لاعب خبرة في الاسترايك عريقة جدا وحاصل على الحزام الأزرق في الجوجيتسو، في رصيد مباراة واحدة فوز واحد. طبعا تونس تتميز في أبطالها في الأمامية، مشاركاتهم في منظمات عالمية كبيرة، وإن شاء الله نشوف اليوم الشيء المأمول. طبعا أيمن بن حسين هو يدير أيضا الكثير من اللاعبين في منظمات أخرى، لاعبين توانسة، وهو مؤسس موقع تونسيان فايترز، والآن بجهز إيفنت في تونس. طبعا ما شاء الله التوانسة معروفين في قتال الاسترايك والجوجيتسو المصارعة والجرابلينج، لهم الكثير من الإنجازات. والآن محارب الركن الأحمر ناصر العنزي جولد جيم أيضا يطل علينا بلاعب آخر، ناصر المطرب العنزي، اللاعب اللي فاز في بطولة جي اف سي 5 نادي المصارعين، طبعا عمرو حافظ، وبالصورة أيضا حمد لوهيب حامل لقب جي اف سي 3 اللي أبدع. طبعا حمد معروف، جميع اللي بيجوا من هذا النادي هم وحوش كل ما تحمل الكلمة من معنى. وزن تحت 70، اتوقع انه يشوف فيه اثارة اكبر، ضربات اكبر، طبعا في باور اكبر. هذا الوزن 70 و77 هما وزنين مخيفين. أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، هذا النزال لوزن تحت 70 كيلوغرام بين محارب الركن الأزرق من تونس الخضراء ويمثل تونيسيان فايترز، الوزن تحت 70 كيلوغرام والطول 169 سنتيمتر، متخصص في الجوجيتسو، رصيده في الـMMA فوز بلا خسارة. رحبوا بالمحارب عبد الغني ميقاني. والآن محارب الركن الأحمر من الكويت ويمثل نادي جولد جيم، الوزن تحت 70 كيلوغرام والطول 173 سنتيمتر، متخصص في الـMMA، رصيده مباراة واحدة. رحبوا بالمحارب ناصر العنزي. يدير هذا النزال الحكم بليك جرايف. Come here guys, come here. You both know the rules, I expect you to follow them. Unless there's any questions, touch gloves, we'll fight on the bell. Good luck. اللاعبين مقدرين إلى مهاراتهم، مهارات كل فيهم، وبالتالي تحس إنه فيه يعني في نظرات اللاعبين احترام كل من الآخر. نشوف الاسترايك ولا لكمات من ناصر، برافو محاول التونسي، بدأ الاشتباك، مباراة يعني نشوف فيها لكمة ركلة لو كيك قوية من الداخل من التونسي عبد الغني، أيضا يعيدها مرة ثانية على نفس المكان، تشجيع لناصر، ركلة لو كيك أيضا من يردها ناصر. ناصر لغاية الآن متردد في التيك داون، ما شفنا الاندفاع من اللاعب التونسي لغاية الآن لقيس المسافة. صد اللاعب التونسي ركلة اللو كيك، باك فيست قوي من ناصر بس ما لبس مظبوط. لكمات لكمات، لازم ما يندفع ناصر بهذا الشكل. شوف اللاعب التونسي فيه عنده الدوران صحيح،
وقوة الظاهر. فرونت كيك ولكن كانت طائشة على الوجه مباشرة. ما في التحام لغاية الآن، التحام كامل بين اللاعبين. ناصر باين انه مخبي شيء في هذا النزال. اللاعب التونسي لغاية الآن مو لاقي المسافة الصحيحة. ناصر قاعد شوف يعني بحاول يعني يقابل اللاعب بأي طريقة، مسيطر على نص القفص. أيضا يحاول ولكن كانت باينة، كانت مكشوفة يا ناصر، لازم تخفيها. فرونت كيك من ناصر. يحاول ناصر الآن إنه يهوش. التحام اللاعبين، يلا ناصر لعبتك الآن، ولكن اللاعب التونسي لا تستهين فيه بالأرض. اللاعب التونسي أيضا متمكن، يحاول ياخذه على جدار القفص. اللاعب التونسي لازم يبحث إنه ياخذ الأندر هوك. بيحاول ياخذ الجلاتين، بده ينزل ناصر. نزله على الأرض ناصر. يا الجارد، محاولات الجراوند اند باوند، حاول اللاعب التونسي يحمي نفسه. أخذ السايد ماونت، برافو ناصر. اللاعب التونسي يحاول إنه ياخذ الجارد. برافو يا ناصر، أخذ الماونت. لعبتك يا ناصر، الجراوند اند باوند. قلبها اللاعب التونسي، برافو، برافو من اللاعب التونسي. عرف انه لا، الحين لازم اللاعب التونسي يرفع ظهره ويبدا في الجراوند اند باوند. ناصر لازم يحاول الان يستهدف يا انبار يا ترانجل. ناصر لازم ايدك اليمين تنزل تحت رجل اللاعب التونسي علشان تنزله ما ياخذ البوستشر هذا، لانه خطر عليه، راح يكون ارتفاع اللاعب التونسي راح يبدا ينفذ اللكمات. تشجيع قوي للاعبين. قام اللاعب التونسي، اللاعب التونسي بده نزال على الواقف. لكمات قوية من ناصر. ناصر بيحاول بيحاول ياخذ الجلاتين. هذه خلت ناصر يتردد في اخذ التيك داون السنجل او الدبل ليج. شوف ناصر، ناصر مندفع، ناصر مندفع. فرونت كيك قوية هذه، بس ناصر لازم يحكم فيها المسافة بالبداية. لكمات من ناصر. لكمة يمينية من ناصر قوية، بدل انهاك يظهر على اللاعب التونسي. اللاعب التونسي صار يبحث عن التيك داون. برافو يا ناصر، والله انه ناصر ما شاء الله عليه لياقه وقوه. لاحظ حتى نفس ناصر وكانه المباراه ما بدت. ركبه قويه من ناصر، برافو. يبدو انه هذه المباراه اهتم ناصر كثيرا به. طبعا لاعب بعمر 21 عام، ما شاء الله لياقته عاليه. هنشوف الحين خبره عبد الغني ولا طبعا لياقه ناصر. 10 ثواني على نهايه الجوله الاولى، لم يقدم لغايه الان اللاعب التونسي ما هو يعني ضربات في الاسترايك اتوقع انها تكون مؤثره. انتهت الجوله الاولى، انهاك واضح على اللاعب التونسي. ناصر ما شاء الله مسيطر من ناحيه اللياقه. عمرو بحكي للاعب تبعه ناصر انه اللاعب منهك. الى ناصر عبد الغني لغايه الان. عبد الغني لياقته ما راح تخدمه في الجولات الثانيه الان، الا اذا يكون ريح ويبدا يدير النزال بشكل صحيح ويبعد عن التوتر.
بداية الجولة الثانية. ناصر بيحاول يخلص المرة. لو كيك. باك فيست للمرة الثالثة. ايضا طائشة من ناصر. ناصر مصمم على الباك كيك. اخذ ظهره ناصر. يحاول ينفذ جراوند اند باوند. لكمات قوية. انتهى النزال بفوز ناصر. مبروك. تفضل الآن السيد نبيل العبد الله الرئيس التنفيذي لمركز تيجان لتكريم الأبطال. في الجولة الثانية باستسلام الخصم فاز لاعب الركن الأحمر ناصر العنزي. ناصر ألف مبروك. كان واضح اللياقة والخطة في هذا النزال. كلمنا كيف استطعت أن تدير النزال.